وكالة الفضاء المصرية أعلنت أنه من المخطط الانتهاء من مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بمقر المدينة الفضائية، هيكون في مارس القادم. الوكالة كمان اتكلمت عن أن المركز المقام على مساحة 5000 متر هيخدم الدول الإفريقية والدول العربية، هيكون كمان يعني النواة لتجميع الأقمار الصناعية اللي كان بيتم تجميعها بالخارج. كمان هيتم تقديم تدريب للمهندسين الأفارقة على تجميع الأقمار الصناعية. هاتفيا احنا معانا دكتور محمد خليل العراقي، نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية. دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا خلينا فندم. نعرف من حضرتك يعني الخطة اللي يعني احنا كمان عارفين ان النهاردة بالفعل ابتدى يبقى في تدريب للمهندسين الافارقة على التجميع، يا ريت نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع. اهلا بحضرتك وبقنواتكم المتميزة دي اللي هي دايما بتحرص على ابراز انشطة الوكالة. والنهاردة بدأ بالفعل عندنا تدريبين. التدريب الاول هو تدريب 5 دول افريقية اللي سوف تشارك ان شاء الله في بنسميها قمر التنمية الأفريقي اللي هيتم بناؤه في القاهرة بإذن الله بمشاركة 5 دول أفريقية، وده كان أعلن عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر بطوكيو في 2019، وتوقع مبادرة القاهرة للقمر التنمية الأفريقي في نوفمبر 2019. والنهارده هي نقدر نقول البدايه الحقيقيه لقمر التنميه الافريقي، وهندرب من الخمس دول دولت 4 متدربين مهندسين من كل دوله. الدول هي اوغندا وكينيا وغانا ونيجيريا والسودان. من كل دول هيشارك 3 مهندسين، وهيقوم مهندسين متخصصين من وكالة الفضاء المصرية بتدريب المهندسين الأفارقة من النهاردة بدأنا الحفلة الافتتاحية، وسوف يستمر التدريب حتى يوم 5 أغسطس إن شاء الله. بيتدربوا على إيه يا دكتور محمد؟ بيتدربوا يا فندم على نقدر نقول الأدوات التي تستخدم، الأدوات والبرمجيات المستخدمة في تصميم و بناء القمر الصناعي، فمنها البرمجيات الخاصه بتنظيم بتصميم الانظمه الفرعيه، الاختبارات اللي تجرى على الاقمار الصناعيه في مرحله التطوير، التشغيل الاقمار الصناعيه، كل ده هنحاول نديهم نحطهم على اول الطريق في الاسبوعين اللي جايين دولت ان شاء الله. طبعا يعني ده خطوه مهمه جدا. بشكر حضرتك دكتور محمد خليل العراقي، نائب رئيس وكاله الفضاء المصريه، شكرا لاطلاعنا على هذه التفاصيل.